السلام عليكم، معكم تلميذة نائمة حنكارة، تلميذة بكالوريا أحرار عام 2022. أنا جد سعيدة بالحضور ديالي في هذا التتويج، وشكر خاص لكل من ساهم في هذا الاحتفال. الرسالة اللي نقدر نقدم للبنات، أنا بالحكم ديالي أنني خرجت من القراية من القطرية، خرجت في 2016 وما كملتش، الحمد لله، يعني ما كانش عندي ديك العقلية ديال أنني غنبقى في الدار والكوزينة. المهم كانت عندي، واخا هذا كنت اجتماعية مع الناس، كان لهم فضل أنني باش نرجع ندير بكالوريا أحرار، واخا كان الحال صعيب شوية بالحكم أنني ما قريتش السانكيام، ما قريتش السيزيام، ما قريت الباك، يعني ما قريت داكشي. كان عام واحد تقدر ديري أنك تقرا ثلاث الأعوام، يعني جات شوية صعيبة، ولكن الحمد لله ربي وفقني، أكيد برضات الوالدين وبالعزيمة ديالي. شكرا.